كرام مستمرين وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. من جاي؟ من سلطنة عمان. في استاذ قبل انتظرك؟ من متى؟ من زمان. انا من فارغ الصبر انتظر هذا اليوم. هذا اليوم ان شاء الله الله اذا ما اجي يعطيني اسمه اموت ولا ما اجي. هذا طريق الجنة، طريق الإمام الحسين سلام الله على الحسين. السلام على الحسين وعلى علي. أهالي سلطنة عمان شلونهم على جمرة الحسين؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، متحمسين وموجودين، عندنا مواكب بإذن الله نحاول بقدر ما نستطيع أن نكون ونوفي، لكن ما بنوفي مهما كنا ما بنوفي هذا الشيء، لكن قدر ما نستطيع. عشق الحسين يعني ما له نهاية، وأتمنى طول عمري أكون خادم وموجود لأبا عبد الله الحسين، والله ياخذ روحي وامانتي اذا ما اكون موجود. كم سنه تمشي الحسين؟ 12 سنه لله لك الحمد. على هذا الطريق؟ بهذا الطريق مستمر؟ مستمر باذن الله. وحدك لو مجموعه؟ معاي مجموعه، لكن انا ناظر سنيني انه لازم اكون موجود كل سنه مشاي وخادم لأبا عبد الله الحسين. سبب؟ انت اليوم اشوفك متحمس، شو السبب؟ عشق، عشق رباني سبحان الله، يعني انا اتمنى يعني ما يستوي لي شيء الا اكون في هذا اليوم وموجود هذا اليوم. اثناء المسير، اثناء المسير انت وتمشي للحسين سلام الله ويخطر في بالك كانما تتصور الامام الحسين امامك سلام الله عليه وصاحب الزمان عجز على فرجه الشيخ يظل لهذه سلام المسيره الله عليه. ما هي مشاعر؟ مشاعر لا توصف، مشاعر لا توصف، مشاعر عشق وحب ولاء وكل شيء يهون لابا عبد الله الحسين، يعني عشق، يعني الحمد لله رب العالمين. انا يعني ما محتاج الا محتاج اكون موجود لابا عبد الله الحسين طول حياتي. طلب وين اطلب منك؟ تفضل عيوني تطلب. تسلم لي عيونك يا حبيبي. اول طلب خلدناك دعاء وزياره انا وجميع الكادر. وانتم من اهل الدعاء والزياره بكل خطوه بكل عمل بكل شيء انتم معاي ان شاء الله. والطلب الثاني سلامي منا الى سلطنه عمان. سلام سلام خاص ان شاء الله من عيوني لسلطنه عمان وشعب عمان. الله يسلمك.